صاحبي بلاتي بلاتي. كان مشاهدين الصباح نشوف في المباشر طريق الرابطة بين وسط مدينة الدار البيضاء وعين كياب على مستوى ملتقى شارع الزرقطوني وسيدي محمد بن عبد الله. حادثة سير خطيرة وعلى فور تدخل ديال رجال الأمن الوطني كما تشوفوا. حادثة السير اللي وقعت قبل قليل اللي خلات أن حقيقي يندلي بالسيارة. بلاتي اخويا واخويا حيد حيد الله يرضيك. شوفو الحال الميكانيكي ديال السيارة كيما شوف بلاتي مش من صعاب باش كنجي هاد السيارة ملتقى شارع الزرقطوني وشارع سيدي محمد بن عبد الله على بالقرب من مسجد حسن الثاني. التفاصيل غادي نعرفوها بعد قليل مشاهدينا الكرام هذا المباشر. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة ونشوف في عيش الله وإلى مباشر آخر بعد قليل كن معنا نبقي معنا. الله أعلم واش كان سكران واش سكران الله أعلم. عندنا حادثة مشاهدينا الكرام في خطير.